إذا أرادت أن تعمل شيء لوالدتها عليها أن تصوم عن وتنوي الصيام. إذا كان عليها صوم إلا فلا، أو تحج عنها إذا كان عليها حج. أما إذا لم يكن عليها صوم ولا عليها حج فتعدل إلى الدعاء وإلى الاستغفار وإلى الصدقة. فالصدقة منها مقبولة والدعاء مقبول والاستغفار مقبول 100%. كل هذه الثلاثة الأشياء مقبولة من الرجال أو من المرأة إلى والده أو إلى أي إنسان كان.